ليت بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها. يا قلبي روح جيب لي قلبها رح دوب وانا فكر فيها وباخد من عمري وبعطيها انا بعطيها بعطيها. يا ريت في خبيها ما خلي حدا يحكيها قصيها دموع عيني قدم القلب بايدي. ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحكيها قصيها دموع عيني قدم القلب بايدي وباخد من عمري وبعطيها انا بعطيها بعطيها. محمد عطوب حس نفسك بالمدرسة وأقول لك عرف أو اشرح لي ما هو الوان مان شو. شفتك تغني وشفت انسترومنت هني شفت وان انسترومنت بس أنت قلت لي أوريدي إن في أشياء ثانية ممكن تستخدم. ما هو الوان مان شو؟ الوان مان شو هو شخص مثل ما هي الكلمة تنقال وان مان شو. رجل بيعمل مان شو بالضبط. رجل بيعمل شو كامل لحاله، هو اللي بيلعب، هو اللي بيعزف، ما في معه فرقة، وهو اللي بيغني كمان. هو اللي بيكون عامل كنترول على كل السهرة، على كل الإيفنت، على كل المحيط يلي حواليه، بيتحكم بالمود، بيتحكم بالأغاني، لازم يكون حافظ الأورج إذا لأنه هي وما شو بلشت من أورج. فأنت هني عازف. عازف. غير ما أنك مطرب. بالضبط. أنا ما بسميها مطرب لأن المطرب هو الشخص اللي بيطرب. الوما شو هو مؤدي إذا بدك وما بيعتمد عليه للطرب، هو مؤدي للأغاني المحبوبة اللي الناس بتحبها، اللوف سونجز، الهيت، الدانس، كل أنواع الأغاني ممكن يدمجها بسرعات مختلفة بنفس السهرة أو بنفس الإيفنت لحتى يقدم البرفورمانس تبعه. يعني ممكن تصعد شوي شيء نقازي بعدين تنزل. مش بسميها نقازي أنا شغلي لأن شرقي الأكثر. إحنا نقول نقازي عندنا. بالضبط. بالنسبة للآلات الأورج هو اللي متعارف عليه، وفي ناس بيستعملوا أورجين ليغيروا الأصوات الإيقاعات. وأنا عم بستعمل كمان آلي هلا دربكي ديجيتال الجديد هلا نزل على السوق. يا بنت السلطان انا حلمك على غلبان الميه في ايديك يا حلوه صوبك عطشان على كبر يا ابو العباس قالوا ماشيه وماشيه الناس ولا ماشيه تبص عليك يا حلوه ترد بأناناس. يا بنت بالنسبة للألبومات هل الوان مان شو بريفورمر يكون عنده ألبومات أو ممكن إنه في المستقبل يصير عنده ألبومات ويكون نفس الفنانين الناجحين الموجودين؟ إذا استثنينا جو أشقر اللي هو أصلاً بلش الوان مان شو اللي نحن بنعرفه ونتعرف عليه هلأ. جو أشقر أخذ أغاني سينجل ونجح فيها غيره ما توفق فيها. فأنا بفضل الوان مان شو يضل وان مان شو بيلعب لايف بإيفنت قدام الناس ما يعمل سينجل له لأنه مثل ما قلنا مش كلهم بيكون صوتهم حلو. يعني استقبال الناس والجمهور لهم كمطرب أو كوان مان شو بسي دي ما راح يكون نفس الكونسيبت. طيب والإيفنتس لو نتكلم شوي عن الإيفنتس شلون أنت تقدر تنشر الوان مان شو مثلاً شلون قدرت تجيبها هني بالكويت وتنتشر خصوصاً أن عليك طلب وهذا شيء أنا عارفة. Thank you. أول إيفنت عملته هون بالكويت لما قدمت الوان مان شو ما بخبرك كان فشل ذريع. ليه؟ لأنه جيت عم غني وأنا الوان مان شو بيغني نون ستوب ممكن يغني ساعة ساعة ونص نون ستوب فمقطع من غني مقطع من غني الناس أول شيء انبسطوا والجو قوي كثير يمكن ما استوعبوا دخول أغاني فوق بعض. بالضبط لأنه هن معودين هون على مطرب يجي بيقول أوف 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 دم دم برلا دم برلا دم دم برلا ده بيوقف بيزقفوا له وبعدين أوف 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 دم برلا دم برلا بيوقف بيزقفوا له. أنا عم بعمل مقطع من كل غنية مقطع من كل غنية لأول فترة ما استوعبوا بس هلا الحمد لله صارت مطلوبة. طيب وهم نتكلم عن نوعية الأغاني اللي أنت تدخلها في كلاسيكال في طربي في تكنو ذيك المرة قاعد تقول لي في شرقي وغربي المزج هني هل هو شيء صعب هل
It's creative. كلمني أكثر عن دخول الأغاني مع بعض. أنا انبسطت أنك استعملتي creative لأنه يلي حافظ قلته صح واللي عارف الأغاني الموجودة بالسوق القديمة لازم يكون حافظ إشي قديمة وإشي جديدة. صح. لا هو بيكون creative enough أنه يدخل فيها إيقاعات غريبة، إيقاعات مو بمحلها عشان ياخد المود بالمطرح يلي هو حابب ياخده له. أغاني الطرب ما عم بقول لك تنعمل تكنو بس تتغنى بطريقة منا طربية بس رأي الناس ينبسطوا فيها ويحبوها. أنا معروف عني أنه بغني الأشياء الأولديز أكثر يعني بس تدخلهم بعض طبعاً تدخلهم بعض دخل فيهم أغاني الجديدة كمان في أغاني هيتس هلأ عم تتدخل مع أغاني الكلاسيكال بطريقة كتير حلوة.